صعيدة. أكدت أكثر من جهة إعلامية أن الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب تنوي إعلان خبر زواجها من الفنان المصري حسام حبيب، حيث ستقيم حفل زفافها قريبا جدا، وقد قامت بالفعل بدعوة العديد من الأشخاص للحفل. عبر بعض المقربين من شيرين وحسام في الوسط الفني أنه تلقوا دعوة للزفاف الرسمي يلي رح يدعوا عليه فقط المقربين منهم. وكانت قد انتشرت الأخبار في الفترة الأخيرة عن زواج شيرين من حسام حبيب، لكنه نفوا الأمر مشيرين إلى أنه مجرد أصدقاء. نذكر أنه شيرين عندها بنتين هن مريم وهنا من زوجها السابق الموزع الموسيقي محمد مصطفى. But I knew one thing. When your back's against the wall, the only way out. عبر النجم الهوليوودي الشهير داوين جونسون داروك عن فرحته بلقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في لوس أنجلوس ضمن عشاء سري أقيم في منزل روبرت ميردوخ، كما وحضر كل من مدير ديزني التنفيذي بوب إيجر والممثل العالمي مورغان فريمان ومخرج فيلم تايتانيك جيمس كاميرون ورئيس مجلس إدارة شركة يونيفرسال جيف شيل. ونشر الممثل العالمي داروك صورة للأمير محمد بن سلمان عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، مدح فيها جهود ولي العهد في تطبيق السياسة العصرية في المملكة، مشيرا إلى أنه بيطلع لزيارة السعودية قريبا، خطوة غير مسبوقة أجراها ولي العهد السعودي. ومن الممكن أن تشهد هوليوود يد ممولة وداعمة جديدة عبر المملكة العربية السعودية بملايين الدولارات، إضافة إلى المليارات يلي رح تنفقها على صفقات السلاح والدعم المالي غير المسبوق للولايات المتحدة الأمريكية، بالرغم من كل المشاكل الاقتصادية يلي عم تواجهها المملكة بالداخل. وبسياق غير بعيد، أعلن رسميا عن إطلاق المسرح السعودي خلال مؤتمر صحفي دعت إليه مجموعة MBC بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية بإشراف وزارة الثقافة والإعلام السعودية والهيئة العامة للثقافة. أطلقوا عبر أول مسرحيتين دنيا الألعاب وممنوع دخول السيدات في المملكة، كما وعدوا الجمهور السعودي بأعمال مسرحية أخرى هادفة وراقية. لهم مشاهدينا، كون وصلت فقرة فن الخبر لنهيتها. منشوفكن، باي باي.